ونستقلوا مع بعضنا دليل طلياني فرض روحه في فن الراب بس بدرياته الخلاعي والكراهب فنان طلع في قوة الصاروخ هليكوبتر وسانتروا توضع اليوم وجاب حذانا وبفضل سبونسوريزي تفوق على فنانين الراب واللي ما عندوش فلوس لا يعنق لا يبوس نمشي وتوا ندخلوا في حياة ضيفنا ونشوفوا كيفاش يعيش نهارو. هلو هلو عسلامة شكون معايا؟ دليل معاك. مرحبا مرحبا بخويا. اسمعني والله في فرنسا انا قاعد تعب خوك والله تعب تعب ما هياش شويه ملاقر شويه سلاسل شويه سبدريات شويه خلاعي وكراب وموتورات وبمشك نقول لك ما تلاوش بيا ما تلاوش بيهم العباد ما انا هكا نحب نتصور على العباد نحبهم يتلاو بيا هكا يشوفوهم هكا يعمل كليب. والله كيف مش هاش على بالي اي بي بي. بيا سعد ولا مشي نعمل كليب طلعنا حتى كليبات طلعنا البوم كامل في جمعه بيا سعد يا اخويا تو مش سمك هناك كتبت على الطايه في الطيختين من زمان نمشي للتارينو نركب في التارينو لا 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 نجم تصير هكا نمشي للتورينو نشرب كابوتشينو اي كابوتشينو بيا زاد حتى كابوتشينو ديما نشرب نلعب في التران نحسب فلوسي لوماتا حتى لوماتا لوماتا باهي هذيك قيناها في ثلاثة يقعوا فيها في ثلاثة ذكرتني تضرب ذكرتني 5-2 تالي تضرب هذيا تعرفش كيفاه يزينة تو ما كتبنا هكا انا اعطيني تعرف اعطيني نوافي سبلبياتي ملانجلاتي سلاسلاتي كل نواميهم اعطيني نوافي كل شيء اللي عندي انت تعرفش كيفاه انت ما اسمك دالي ولا؟ اي انا اسمي دالي نجيبوا رضا طلياني رضا طلياني وكمل خوذ اسمه هو اللي انت دالي طلياني وهو رضا طلياني نمشي لتورينو نركب في تورينو نمشي لتورينو نشرب كابتشينو نلعب في الفضاء نحسب فلوسي للمتا سي بون يس يس مريقل 4 ساعة مش تولي ستار 4 ساعة مريقل اي مريقل 4 ساعة ولي ستار مريقل اي الباقي كل توجيه بيضا يكملوا وي مريقل يا ستار مريقل ايش قولك في غنيتك يا سي دالي لا قولي لا شيء يا خويا بيني وبينك ما بين حتى حد بيني وبينك حسيت روحي بهيم مانيش نتاع فن بهيم يا عشبي بهيم وعشبي مصدق مصدق مانيش نتاع فن ب 100,000 سبونسوريزي كثير كالصاروخ كثير ضربة واحدة كثير يا خويا باه خاطر نعطيك حتى 10 ملايين يا خويا اعطيني نطير نجنح ولا تعرف كيفاش هاي فما فاز أخرى باهية نعملو جديد ادخل اسمع جديد بلطي يكليكيو عليها يطلع لهم انت في الفيديو ولا فما واحد اخر زادة حتى في بالي هكا اسمك الفكاك ولد عواطف عملنا مكة ضربت هكا تسويتك ولد عواطف وما يدخلوا هكا يخوني انا مريق ماي باه فكرة مريق مرحبا بيك مريق اخويا دالي مرحبا بيك في حوار الصراحة كنت تحكي لجمهورك شنو سر نجاحك ولا ماني فين فيك ماني فيهم حتى شيء ها ما تغني بغدين غاي بعدك ماني فيهم حتى شيء بلي انا وين سلي انت في البرنامج نتاعي دري يا مالاش بك متزوج كمان مالاش بك عادي من الخفر تاعك ما هو لا قدر الله نضحك عليك ولا حاجه ما يشوفونيش لعبك شنو جاني يضحك عليا اقعد دري نصور لا سامحني نكملوا الحوار مع دالي الطلياني دالي شنو نسالك سؤالات وانت تقول لي شنو تخير مقرونه ولا روز روز جبي ولا روز عادي بالصوص كذا نجم توضح لي سؤالك كيف ما تحب انت زوز كيف روز جربي ولا بالصوص ما قلنا جاي شكون يضحكك اكثر رمزي هل تعلم ولا ولد عوض والله اللي ضحكني اكثر من الحاله اللي انا فيها توا الرب نتاعي والحاله اللي فيها انا توا دالي شنو الحاجه اللي تشوف فيها تنجحك في الراب الكوميرسيال ولا السوسيال سبونسوريزي كنا فرحانين برشا اليوم اللي انت بحذاك نخلي لك كلمه الختام شنو تقول جمهورك شنو معناتها جمهور يا خينا انا ما عملت حفله نقصوا السؤال هذا نرجع لجو الماكل دالي عجة وقال صحن تونسي كفتاجي ويا حنا مطار